تسنيم طبعا دي مستشفى المجانين هي اللي معاها المفتاح. لا اله الا الله. هي تسنيم. لا هو المشكله الفكره في ايه؟ ان احنا عندنا اول مره نلعب بطوله الفرق ميكس ولاد وبنات. احنا قبل كده كنا بنلعب بطوله الفرق ولاد بس، لكن في قانون جديد طلع ان بطوله الفرق بقت ميكس، واحنا كان عندنا حصل فجوه زي ما سيادتك بتقولي، حصل فجوه كبيره في الجودو، ما كانش فيه اهتمام بقطاع البنات تماما. فاحنا بقى لنا في الاتحاد سنتين ونص، انا توليت رئيس الاتحاد وكابتن رشوان في اول قرار خدته اول ما توليت الاتحاد ان كابتن رشوان يبقى المشرف العام على المنتخبات القوميه، اول قرار في نفس اليوم. فعلا في نفس اليوم. انت بالنسبه لك ما ينفعش يبقى عندنا ايقونه زي محمد رشوان؟ حضرتك مش متخيله احنا بنروح بره الناس بتتعامل معاه ازاي. طبعا كلنا بطل عالمي. فأنا بالنسبة إحنا عندنا لعبة الجودو، حضرتك هو أي حد بيتمنى في ولاده إيه؟ الاحترام، الأخلاق، التربية، كلنا بنتمنى في ولادنا دي أول حاجة نتعلمها. إحنا الجودو هو ده، الجودو هو الاحترام. يعني حضرتك سألت سؤال في الأول، هو حضرتك لعبت جودو ليه؟ إحنا لعبنا جودو أصلاً، إحنا عندنا في نقطة، حضرتك أول ما بتخش البساط لازم تحيي، لو ما حييتيش يبقى عندك مشكلة، لو خسرت الماتش وأنت خارجة لازم تحيي، يبقى لو ما حيتيش يبقى عندك مشكله. فاحنا عندنا الاحترام والاخلاق والتربيه والالتزام هو اساس اللعبه دي. صحيح. هي دي الفلسفه بتاعه لعبه الجودو، الاحترام والادب والاخلاق. وكابتن رشوان بلور ده في الماتش بتاعه في لوس انجلوس لما بيلعب مع الفاينل بتاع يامشطه، وكان عنده فرصه ان هو يلعب على الاصابه بتاعه يامشطه، وقال ان انا اخلاقي وديني تمنعني ان انا العب على الاصابه. هو باع حضرتك ان حضرتك انا دايما بسال كابتن رشوان بقول له ان حضرتك بتلعبي فاينل اولمبياد ممكن ما تتكررش تاني في التاريخ، وتاخدي قرار ده جهاد مع النفس غير طبيعي ان انت تقدري تاخدي قرار. انا ممكن اقول طب ما اللي قدامي بدام هو مصاب يطلع، لكن ان انا اخد انا القرار ان انا ما العبش على الاصابه بتاعته، بس هو توفيق من ربنا ان هو لو كان كسب الميداليه ممكن في ناس كتير خدوا ميداليات اولمبيه واحنا مش فاكرينهم، لكن كابتن رشوان هو واحد بس ما فيش غيره يعني. صحيح صحيح. Gymnasium absolutely jam-packed to watch this match between the celebrated Yasuhiro Yamashita of Japan and Mohamed Rashwan of Egypt. Seated with me is Lieutenant Colonel Paul Murayama of the Air Force Academy, the head coach of the United States judo team. And we will be asking his expert opinion here about this particular match. Now, Yamashita has not been defeated since 1977. He truly is a legendary figure of Japan. He is in against a man who weighs 309 pounds, and Rashwan is down. You may have noticed that Yamashita had an ankle that he was favoring, and the question is, did he want to take this man down, Paul? Yeah, Rashwan just goofed up. He tried a technique and went down. And right now, Yamashita has his leg trapped. But now that it's loose, the hold is in effect. The hold is in effect. Now, if he can hold this for 30 seconds, in other words, if he can keep control, he would win the gold medal. Watch that little clock. And I don't think he's going to let him go. Yamashita is one of the best mat men that, we've ever had in judo. He has 15 of those seconds. Yamashita has won three matches. He is going for the gold against Rashwan of Egypt. He's very close. This gymnasium will erupt. A bit of emotion, Paul, that I have seen Yamashita display. Yamashita has won every title there is available to a judo man, but this was the one that eluded him because he made the Olympic team in 1980, and because of the boycott, this was the one title he wanted more than anything else in the world, and he's got it. Yamashita of Japan and Mohamed Rashwan of Egypt.